FM. الكل ملك. في حراير تونس اليوم مدام شيراز غربي، مرحبا بك مدام شيراز. مع السلامة. شنحوي لك لاباس؟ مرحبا بك معنا على كاب اف ام. مدام شيراز 51 سنة طرازة. أي به. دونك نحن باش نبداو نحكيو حكايتك من الأول والتريزا كيفاش تغرمت بها بصفة عامة. دونك أنت ملي حليت عينيك تلقى الوالدة نتاعك طرازة والجدة نتاعك زادة كيف كيف. إي أمي وكانت جدتي وكنا احنا عائلة طرازة. احنا نسكنوا في بلاد العربي، كنا بكري واحنا صغار من 12 سنة البنية كي تكبر يعملوا لها قريقة في صغير ويهبطوا البحر، بما انه دارنا كانت على البحر في الصيف هذايا في الصيف هذا اللي تبداو كي نصلوا لكن نصلوا في الشتاء هك ظاهر قرايه في الصيف كل بنية صغيرة عم تعمل لها قريقة في صغير امها ونمشيوا للبحر ونقعدوا نهزوا قهوينا ونبداو نتعلموا يعملوا لنا دي بيس على البحر. لا مش نهار كامل، حتى تزرق الشمس واحنا نطرزوا العشرة هكاكا نرجعوا لدارنا العشيه نعاودوا، اما مش في البحر في السقايف. كل بنيه تبدا عندها قريقه في صغير تمدي ما يعملوا لنا دي بيس وماتنا ونتعلموا يعلمونا البنات الكل معناها اكثر يعلموهم. هي محليها بالحق قبل مدام شيراز كيفاش كانت التريزا تمشي من الام للبنت وكالبنت هذيك تزيد تعلم بنتها وفوالا، معناها هذيك علاش قاعده الصنعه هذيا ما ماتتش وباقي موجوده حتى لتوا. واكيد نحن دعوه للناس الكل اللي عنده صنعه في يده والام اللي عندها صنعه في يدها ماذا بها ديما تعلمها البنت. باهي الصنعه تلقاها نهار اخر في دارها وتلقاها نهار اخر حتى بني مثل ما عندهاش وقت المراه باش تخرج تخدم ولا حاجه تعلم صنعه حتى لبناتها هي وليها وتستحقها في خدمتها في كل شيء. فوالا انت من وقتها ملي الوالده نتاعك ملي عمرك 12 سنه تعلم فيك تغرمت بها برشا لا تغرمت فوالا وليت ما عادش نجم تقعد بلاش بها. لا ما عادش نجم بالكل من وقتها لتوا تبارك الله قاعدين نطرزوا نتطوروا فيها وكل شيء. من بعد مدام شيراز عرست عمرك 25 سنه قعدت بيريود صغيره في الدار ما تعمل فيه حتى شيء. قعدت بريسك عام حتى لين كلو حم وبنيتي صغيره ما نجمش معناها كي نطرز، ومن بعد كي كبرت تقلقت شويه تقلقت من الوحم وكل شيء حتى لين ولدت بنتي وكي ولدتها نتلها بالبنيه ونرقدها ونقعد قاعده قلقت رجعت لطريستي رجعت وطورت فيه. من وقتها وليت خممت باش تولي هذيك خدمتك وتولي هذيك معناها مورد الرزق نتاعك. هذيك خدمتك كيما نقولوا قبل كنت لي هكا معناها جوست لي كنتي تطرز في وقت الفراغ نتاعك وبعد انت تيلمون تحبها قلت خليها تولي الخدمه نتاعي. اعطينا فكره على البدايات نتاعك كيفاش كانت. كانت فما صعوبات مدام شيراز من الاولى؟ والله من الاول شويه مش ياسر، معناها كلي واحد العبد يبدا كيما تعرف معناها ما يعرفش حاجات وماذا به يتعلمهم بزياد، وديما احنا الصنعه نتاعنا ديما تتطور فهمت؟ ما تنجمش تاخذ الحاجه هيك وتقعد بيها، ديما يلزمك تتبع، ديما يلزمك تتبع. وليت عملت حاجات وليت مقلد مثال عملت عنا عصايب في حمامات يعملوهم في جبين العروسه، عنا خجالي يعلقوهم في التاقيه. كلي طورت خدمتي طورتها بالقدا وليت حتى نمشي مثل دارنا نمشي لدار اختي نحط صنعتي في ساكي ونمشي باش ما نقعدش بلا صنعه. قولي كي نمشي باش نعرف روحي باش نعدي النهار كامل نعدي نهز صنعتي. وكمام عندنا كمام في لبسه حمامات عندنا كسواري البيوض يكون مالي بالكامو يكون معنا الكمام نعمل الكمام. فوالا ابار سا قلت لي عندك جيرانك كنت تمشي بحذاهم برشا وتتعلم من عندهم بالكدا. كنت نتعلم. شنو تعلم؟ يكون مع الاول وقت انا كي قلت لك قصيت نمشي نهز بنتي صغيره ونمشي حذاهم يقولوا لي كي يقعد اقعد حذانا نقعد حذاهم هما يتعلموا هما يطرزونا نغزر هما يطرزونا نغزر لهم كي نروح نولي نعاود. تعلمت؟ تعلمت لا تعلمت بالعين ساعات بالعين تتعلم. لا بالعين لا بالعين كل شيء بالعين. مغروم راهو يبدا واحد مغروم بالعين يغزر معناها يغزر وانا مش اول مره معناها يجي بحذايا شكون يتعلم بالعين برشا جاوا بحذايا يقولوا لي نشوف حتى الوالده نتاعها معناها تبدا تشوف فيها تتعلم من عندها بعد كي تبدا تطرز تلقى روحها سافا معناها ماشيه فيها بالكدا الحكايه هذيا. لا بالعين تعلمت ياسر حاجات. فوالا انت توا تخدم في دارك؟ نخدم في داري ولباس ومصروفي وما نستحق لحتى حد.
تري بيان يعطيك الصحه مدام حاجه نشريها ونعاون بناتي وكل شيء بيها معناها عاونتك بالكدا لا عاونتني بالكدا بالكدا بريسك معناها عيشه منها تسمى ومعنويا نفسيا لا نفسيا لا نفسيا حتى تلقاني قلقه نقولش بني قلقه بقدر نمشي نجري لك التريزه تتنحى القلق الكل يتنحى فوالا نوي تدخل حاجات جدد انت قلت لي ديما فما جديد نوي تدخل حاجات جدد في احنا قاعدين نتطوروا في صنعتنا يسر مثلا توك السيريات رجعوا لهم جوهر ولينا نعملوهم دي بغاسلي حاجات الاكسسوار الكل ولينا نعملوهم ترجعنا لهم تبكري رجعوا وزدنا طورنا ما احسن وما خير وين نتمنى لك ان شاء الله نجاح وتوفيق مدام شيراز مرحبا بكم معنا على كاب اف ام دونك انا اخر حاجه باش نقول لك عليها ميساج للنساء اللي قاعدين يسمعوا فينا والا كل ام قاعده تسمع فينا توا شنو تحب تقول لها انا كل ام ننصحها باش تكون عندها صنعه هيك كما يقولوها تفهم الجدين تقعد صنعت اليدين هيك تلقى مصروفها وما تستحق حتى حد وتستحق كان لصنعتها هيك اللي نهار اخر شدوا منها وكل امراه قاعده تسمع فينا زيد نقولوا لها ما تقعدش في الدار مكات فايدي ما تعمل في حد شيء لا لازم تخدم وتشوف وعنده اللي عنده عينيه ينجم يعمل كل شيء واللي عندها صنعه اللي عندها بها تطورها وتخدم على روحها اكثر واكثر ما فماش كل صنعه وكل خدمه في الدار هيك احسن حاجه يبداوا العبد اولاد وبحذاه ويربيهم تبدا تربي اولادها لعينيها تبدا باهي صنعه تعلمها يعطيك الصحة مدام شيراز ميرسي بوكو اللي كنت بحضنا اليوم انا نتمنى لك ان شاء الله نجاح وتوفيق اكيد ونشوفوا صنعتك تزيد تكبر اكثر واكثر ان شاء الله يعيشك ميرسي بوكو كاب اف ام الكلمة ليك